سلام الله عليكم صديقاتي وحبيبات قلبي مشتركاتي الغاليات، ان شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة يا ربي. نحبو توجو قبل المشتركات اللي دخلوا معنا جدد نقولهم الف مرحبا وسهلا بكم، واللي اول مرة تزور قناتي نقولها ما تنسيش الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. وصفتنا البنات النهار اليوم مع توجو التحضيرات الرمضانية، شوفوا واش جبت لكم البنات، جبت لكم ديول بغا ميكسور سميدو فارينة من اروع ما يكون، يعني صورة راه يتعبر على نفسها، ما كان لها نزيد نشرح ولا نقول. شوفوا لهنا نخلي لكم تسمعوا القرمشة. فوالا البنات هادو هما، شوفوا كيفاش جاو مقرمشين وطيبين ما شاء الله، ما يطرطقوناش ما تتقطعش لاباط، من المستحيل. قلت لكم وصفه ناجحه 100%، تبعوا برك المراحل والتفاصيل باش تجربوها وتنجحوا فيها وتدعوا لي دعوه خير خياتي. نخليكم مع الفيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل ونلتقي بعد حين. بسم الله على بركه الله نبداو في المقادير تاع ديول ديالنا. اول حاجه نسحقوها البنات، عندي لهنا كاس تاع سميد رطب كامل، شوفوا شحال رطيطب ما شاء الله. عندي كاس فارينة، عندي نص مغرفة ملح، وعندي زوج مغارف زيت، والماء بيان سور. شوفوا عندي كل كاس تاع سميد ولا فارينة يقابلوا كاس تاع الماء، مي الا كان سميد ديالكم يشرب بالبزاف تقدروا تزيدوا ربع تاع الكاس. دوك نشوفوا القوام اللي لازم نتحصلوا عليه، نحط كامل المواد مع بعضهم وندير زوج كيسان تاع الماء، فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا، ونخلطهم مليح مليح بالفوي حتى ينسجموا معنا كامل المكونات. قلنا كاس سميد، كاس فارينة، نص مغرفة صغيرة تاع قهوة ملح، وزوج مغارف كبار تاع ماكلة زيت. نخلطهم مليح بالفوي مع زوج كيسان ماء. شوفوا القوام لهنا لازم نخلطوهم البنات مليح مليح هكذا حتى ينسجموا معايا مليح هذوك المكونات باش نخبطوهم بلابغا ميكسور. فوالا البنات شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه هكذا لهنا، كي نخلطوه بالفوي راح يبان لكم مازال شويه ثقيل، مي ما تزيدولوش المخياتي حتى وين نخلطوهم مليح بلابغا ميكسور، ومن بعد تما نحكموا عليه. الا كان سميد ديالكم يشرب بالبزاف تلقاوه شويه ثقيل، ولا كان كيما ديالي شوفوا زوج كيسان ما جاوني سوا سوايا البنات، هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، يكون كيما القوام تاع لي كريب. نغطيه هكذا ونخليه يريح 5 دقائق ومن بعد ندوز. هذا هو شوفوا كيفاش خرج لنا، يعني ما زادش ثقال ولا شرب ما شاء الله. انا لهنا عندي بانسو شوفوا اللي راح نخدم به، مش راح نخدم تاع سيليكون، تاع سيليكون يخدم ماشي ما يخدمش، مي راح يعذبكم. انا اللي خدمت لهنا شحال من حبه البنات، شوفوا كيفاش خرجوا لي ما شاء الله، هاي لك الصوره تعبر على نفسها كيفاش جاوا روعه روعه يا البنات. تبعوا برك النصائح اللي نمدهم لكم والتفاصيل. البنات نجيب الكريبيير ديالي ولا مقله تكون جديده، المهم ما تكونش مجروحه يا البنات، الا كانت مجروحه حتى لصق لكم الحبه. ندير قطرات من الزيت في بابي ونمسحها، ومن بعد نبدا نشكل في الحبيبات ديالي كيما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه البنات جامي تخدم وهما فوق النار، توجور نبعدوا المقله من النار باش نخدموهم. اما الحبه الاولى نسخنوا المقله ديالنا شويه برك واحد الثواني برك باش تدفى باش يلصق لنا العجين، ومن بعد نبعدوها من النار ونبداو نديرو في هذه العمليه اللي راكم تشوفوا فيها. فوالا البنات هاوليك قدامكم، جوست تشوفوها رفدت روحها من الاطراف، تعاونوها هكذا بان سباتول ولا ماشي بموس ولا فرشيطه راح تنجرح لكم الكريبيير ديالكم. شوفوا حنقرب لكم الصوره، وحدها ترفد روحها، يعني جوست الطيب ترفد روحها وحدها من الجوانب كيما تاع زمان كيما اللي كانوا يديروه في سنوات تاع النحاس. هاي ليك الصوره قدامكم يا البنات كيفاش يجي ما شاء الله ترونسبارون. لازم بين كل حبه وحبه البنات تمسحوا الكريبيير ديالكم، تمسحوها بهذاك البابي اللي فيه شويه زيت. فوالا البنات انا لهنا طفيت الفرن وراني نخدم باش تجيكم الصوره اوضح. هكذا كيما راكم تشوفوا البنات نحكم قلت لكم بانسو ديالي ونبدا نرفد هكذا، وين تشوفوها يعني ما فيهاش بزاف تعاودوا تولوا ليها ما فيها باس. اهم شيء تكون النار قليله، يعني طيبوهم على نار قليله قليله اقل شيء عندكم في الفرن ديالكم، وتبعوا هذه الكيفيه اللي يعني نخدم بها خياتي، وان شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم. شوفوا كيفاش يطيروا بكل سهوله يعني ما يعذبوكمش. اهم شيء المقله تكون جديده ونمسحوها بالبابي اللي فيه الزيت. هذه كانت الحبيبة الأخيرة،
كملت كامل الكمية اللي عندي، هذه هي. شوف كيفاش خرجوا ما شاء الله. اهم شيء البنات ما تحطوش الجهة الرطبة على الجهة الرطبة، او الجهة الليس على الجهة الليس، راح تلصق معاكم. نحطوا توجور الجهة الحرشة على الجهة الليس، ودايما نحطوها هكذا طرشونة ونغطيوهم. جوست نحطوا الحبيبة ديالنا بعد ما تطيب، نغطيوها باش ما تيبش امعانا. فوالا البنات، هذه هي الكمية اللي خدمتها وخرجت لي يعني كمية ما شاء الله. وكاين اللي قليتهم، يعني هذه ناقصة من الكمية، يعني هذه كاس فارينة وكاس سميد، خرجت لي كونتيتي ما شاء الله. يعني اللي عندهم أفراد عائلة كبيرة راح تخرج لهم كمية ما شاء الله. هادو هما ديال البنات ديالنا. تبعوا برك المراحل، أهم المراحل اللي جازنا عليهم والتفاصيل. اهم شيء يكون سميد من نوعيه جيده، ونرحيوه مليح بالبلاغ ميكسور. يعني نحترموا الكميه تاع الماء، كل كاس سميد وفارينه، كل كاس سميد عفوا عنده كاس ماء، وكاس فارينه عندها كاس ماء. وإلا كان سميد ديالكم يشرب بزاف، تقدروا تزيدوا كميه قليله، يعني ربع كاس ولا اقل من ربع كاس. شوفوا البنات، راني يعني نغلق فيهم او نخدم فيهم قدامكم. شوفوا اللي يقولوا لي يتقطعوا ولا يتكسروها من قدامكم، يعني راكم تشوفوا فيهم والصوره راهي واضحه، وراني نوريكم فيهم من كل الجوانب. ما تقطعوناش ما تكسروناش، نكملوا البنات. دوك نزيد نقليهم قدامكم هكذا وتشوفوهم باللي ما شاء الله، يعني ما كان حتى فرق بينهم وبين الديول المشريين. هذه هي البنات، راني قليتهم، وهاي لك النتيجة النهائية. شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله، شاهدكم في الجنة خياتي. هذه هي البنات، كملنا وصفتنا لنهار اليوم، وهادو الحبيبات تاع البورك ديالنا. شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله، مقرمشين وطيبين، ما تقطعوش وما تكسروش، وخرجوا روعه روعه يا البنات. وصفه ناجحه مليار في المية يا خياتي، والله نتمنى تجربوها وتدعوا لي دعوه خير. واللي يحبوا كونتيتي كبيره بيان سور يستحفظوا بلا باز، يعني بالمقادير الاصليه، كل كاس سميد معه كاس فارينه ومن غير فيها زيت وقرصه ملح، ويدوبليو الكونتيتي كيما يحبوا. ما تبخلونيش خياتي بجام وبختاج لصحاباتكم وحباباتكم. اليوم شي مشتركه معنا في القناه، تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل جديد. الى وصفه قادمه وطبق قادم، خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.